السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذوك الجيران اللي خرجتوهم الناس وحنايا جدودنا الناس وجدودنا حنايا وجدودنا عائلتهم شيخ واسمع نعم عائلة واسمع غزالي نوت فامي تاعهم غزالي معروفين رشيد حسيني 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 هو باباهم اسمه غزالي داكور فاهمني هما كي جاو ما جاوش بظرافة ما جاوش بعقالة جاو بهجوم خويا وجوه ضربوا المرأة ضربوا الطفل ضربوا بزاف ماشي هكا ماشي هكا واك تشوفها قدامك شوف لكم حنا تعاوننا عليها ولقيناها ونوقفوا معاه حنايا حنا كون شفنا انسان باطل انسان باطل ولا انسان حقار ولا انسان سراق هذاك عنده 50 سنة هو في الافالان 50 سنة افالان عنده وما تحرولوش هادو مالي من الفوق عنده 50 سنة افالان وواحد ما قيموه وواحد ما تحرولوه علاش مسكين نحاولوا السليمة نورمال زادوا شو زادين نحيلوا بيتا نحاولوا كاف هادي هي العدالة هادي هي العدالة يوكيلو ليبرتا اي مي باي سي لا ميردا سي لا ميردا احنا ضد العاصمة مانيش عايشين احنا ضد العاصمة مانيش عايشين است الكوفرنومو است لا ميردا لا ميردا لا ميردا احنا ميقول على ولاد العاصمه عايشين ماناش عايشين حنايا والله العظيم ما رانا عايشين يكذبوا برك في التلفزيون ماكياج في التلفاز تاع الجزائر ماكياج عطينا لهم وراح نديروا لهم وكدايا ودرنا لهم وكدايا وتشوف ما كاش منها حق الله غير خرطي غير يديروا لاولادهم يديروا لول هاي لا بريف شوف جات بلديه وقفت بلديه السلطه وقفت السلطه عبر ولاد حومه شوف والله العظيم حاجه لي صغير ريحه انا ما فهمت والو والله ما فهمت والو انا كي شفت لهنا لابوليس صباح ربي شفت واحد رجال شفت واحد الفرقه من كل فرقه هذه فرقه تاع الارهاب هذه الفرقه تاع الاخر نورمالمون لويس يجي يخرج مع بوليسيه بالطرافه اسكت ماشي بوليسيه تاع الانترفونسيون راك فاهم ماشي راح يخرج عدو والله غير غربت انا عم بالي جاو يدو انا عم بالي جاو يحوسوا على خالد شاكيب ولا جاو يحوسوا على اللي حرق دار شراع عالدوسي هذاك ولا تشرعوا لنا قال لنا احنا قروا شيرا نجيبوا شهرين حبس على ما تبنوا لنا على ما تديروا لنا مستشفى على ما تديروش مستشفى عمرتوا كاع الحباس حباس في منيعه حبس في بجايه حبس الاخر علاش زدتوا جبتوا لنا النواكره لهنايا للبلاد انتوما اللي دخلتوا انتوما اللي جبتوا لنا النواكره لهنا للبلاد هذه باش يدخلوا الغبره راهم الشبيبه تاعنا هاد لا جينيراسيون الصغيره هذه الدراري هادو تاع 17 سنه 18 سنه راه يدير تشكه في العرق راه يدير تشكه في العرق هنا هاد البلاصه هذه هما اللي راهم يخدموا هاد البلاصه البلديه كاع ما حوستش عليها فاهم سي لا ميردا يوكيرو اورا يوكيرو دونديستا الخيف في دل بايس الخير يا واحد ما عنده دار في حيدرة عش ما ينحيوها لهمش دونديستا واحد ما عنده دار في حيدرة عش ما ينحيوها لهمش علاش ما ينحيوها لهمش جاوبني قاعد واحد ما تسكن في حيدرة قديم قاعد جدد عش ما ينحيوها لهمش ديورهم انا يا نهضر في حقي كمواطن شي ان سيتوان داجيريان انا وليد البلاد في عمري 43 سنة ما عندي والو عندي 28 سنة وانا نتكيف في الزطلة هادية 28 عندي نص حياتي كاع غربة ما عندي والو واش ندير انايا راح نرفد سلاح نقتل البوليس شوي كاباب راني قادرين حنا عندنا شعب عظيم جزائري عنده الكوراج وعنده القلب وعنده كل وعندنا الايمان الحمد انا قادر نخرج بالوزده البوليسي الاولاني نحشو ندير له السلاح تاعو ومن بعد وين رايحه نروح نقتل البوليس نقتل فلان بروكيرور انا طلعت الشارع عنده كيفاش ما تغيدنيش عمري السيد جايبينه بسيف وبومبا غاز عيطوا البروكيرور يا ولدي اطلق فلان وانا قروا شيره ومستعرب بلي شان كونسوماتور قال لي روح بشهرين لحقت عند بن خرشي في لابيل دور لي الدوسي تاعو بدا يشوف فيها قال لي لا طرشي الدوسي تاعك راني نقرا فيها هكذايا هادو لك تشوف فيهم ليجان واحد ما راهو خدام واحد ما عنده هضرنا كنا نقولوا كان يسرقون حولهم طوابق كنا نقولوا الله يطفي علينا الجمره هادية 10 سنين احنا في جمره تاع النار يا اخي طفات الجمره هادية ولا انتم الحكام لك حابين تخلطوها باش يمسحوا كلش واش فات علينا فيها الزوالي ان شاء الله ما نعاودوهاش ان شاء الله ولا بدينا ان شاء الله نبداو بحاجه واحده اخرى اخ محمد.